السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم معانا فريق وحدة دمج التكنولوجي أكاديمية مايكروسوفت مركز التطوير التكنولوجي دمياط، ولقائنا الأسبوعي مع حضراتكم كل يوم 4 الساعة 8. النهاردة إن شاء الله هنشتغل تاسك مهم جدا جدا للعالم كله مش مصر بس. طبعا زي ما حضراتكم عارفين وشايفين وكلنا بنعاني من التغيرات المناخية الرهيبة اللي حصلت الفترة الأخيرة، ربنا يحفظ مصر والعالم كله. طبعا يعني التغيرات دي أدت لحاجات كتير وكوارث كتير وتغيرات في سلوكيات كتيرة، من ضمنها طبعا لازم يتغير حاجات كتير في سلوكيات الإنسان والأفراد والطلاب. وعايزين نعلم ولادنا إزاي نحاول نتفادى أي مشاكل هتحصل بسبب التغيرات دي، فده دورنا إحنا كمعلمين في الفترة الحالية أو الفترة القادمة، إزاي نقدر نغير من سلوكيات الطلاب عشان نحاول نحسن من اللي بيحصل في الأرض عشان نقلل من الكوارث الطبيعية اللي بتحصل فيها. كل ده هنعرفه إن شاء الله مع ميس نجلاء النهاردة. ميس نجلاء فتحي رضوان، اتفضلي معانا يا ميس نجلاء. ابدأي. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا يا ليك يا ميرفت. بعد نبدأ، إذنك يا ميس نجلاء تفضل هقاطعك. تفضل. طبعا كل عام وحضراتكم بخير بمناسبة 6 أكتوبر ونصر أكتوبر وجيشنا المجيد، وطبعا في ناس كتبت كده وفكرتني، يوم بنحتفل بيه كل عام وبيفكرنا بانتصارات جميلة وذكريات رائعة. اتفضلي يا ميس نجلاء. أكيد كل سنة والجميع بخير يا رب ومصر بخير. سعيدة جدا أكون مع حضراتكم. نجلاء فتحي رضوان، موجه لغة إنجليزية وعضو في فريق وحدة الدمج التكنولوجي بدمياط. النهاردة احنا هنتكلم في موضوع الساعة، وكل ساعة زي ما ميرفت قالت من شوية هو فعلا مش موضوع عادي. يمكن احنا كلنا أو كل مصر والعالم كله بيتوجه الوقت عشان كوب 27 اللي هيكون إن شاء الله في شرم الشيخ الشهر الجاي، اللي هو مؤتمر التغيرات المناخية. ولكن هي المشكلة مش في المؤتمر، المؤتمر طبعا حاجة مهمة جدا، لكن المشكلة ان احنا بنواجه فعلا كارثة، وفعلا احنا في خطر، ومش مصر بس اللي في خطر، العالم كله في خطر. وللأسف يمكن احنا مش عايزين تكون البداية يعني غامقة كده، لكن احنا هنحاول بإذن الله مع بعض نشوف ايه اللي احنا علينا نعمله، ايه اللي علينا نوصله للطلاب بتوعنا، ايه دور التكنولوجيا معانا ان هي تساعد في الموضوع. هنشوف كل ده مع بعض ان شاء الله. نقول بسم الله، وبقول لو احنا بصينا حتى للصورة على طول الارض فعلا يعني قربت تغرق يعني قدامنا، يعني كده من 2030 ل 2050 يمكن، الله اعلم ايه اللي هيحصل، ربنا ييسر لنا امرنا. كل الناس فاكرة ان المشكلة كلها في ارتفاع حرارة الارض، يبقى دايما يقول لك الاحتباس الحراري، التغيرات المناخية معناها ارتفاع حرارة الارض. دي مش المشكلة الوحيدة، دي بداية القصة. يبقى بداية القصة هي الحرارة بتاعة الأرض مرتفعة، أيوة، لكن في حاجات كتيرة جدا مرتبطة بالموضوع، لأن الموضوع كله نظام، نظام مرتبط ببعضه. الكرة الأرضية كلها متصلة ببعضها، الأنشطة كلها بتوصل لبعضها. ويمكن الموضوع مش جديد على بعض الناس، أو في مجموعة كبيرة جدا من الناس بالفعل يعني خدت معلومات كتيرة جدا في تدريبات الوزارة اليومين اللي فاتوا، لكن يمكن انا هتكلم بوجه يخصنا احنا كمعلمين ويخصنا في التربيه والتعليم بجانب تطبيق اكتر من، يمكن هتكلم في جزء نظري وبعدين هندخل في الجانب التطبيق على طول ان شاء الله. لو بصينا يمكن احنا لامسين كلنا، ما فيش حد فينا يقدر ينكر ان في حاجات كتيره بتحصل ما جابهاش طبيعيه ومش متوقعه. وحتى لو احنا رجعنا بالزمن شويه للعقد اللي فات ولا اللي قبله، مش متوقع اللي حاصل لنا وللبلاد العربية والبلاد الأجنبية وخاصة القارة الإفريقية. طبعا صورة من ألمانيا السنة دي فيها سيول وفيضانات، طبعا شايفين المنظر مرعب للأسف الشديد. يعني هنعدي بعد كده على أفريقيا، بيسموه العام ده 2022 بعام الغضب أو غضب الطبيعة في أفريقيا، لأن في فيضانات وفي مجاعات وفي حاجات كتير. فيضانات باكستان اللي هي شكل مريع ومخوف وفعلا أزمة غذاء غير عادية، يعني لو بصينا للصورة يمكن مش باين قوي فيها التفاصيل قوي، ولكن هي فعلا شيء مرعب. أما المية بتغطي البيوت اللي يعني قرب السقف، فحاجة مرعبة.
سيول اللي كانت غير مسبوقة قبل كده في الإمارات وسلطنة عمان، اللي هما بلدين بتمثل الحرارة فيهم بشكل كبير جدا، والأمطار بتبقى مش بالشكل اللي حصل والمنظر اللي احنا شايفينه ده. يعني يمكن قعدت، لو قعدت أعدد الصور يمكن أنا أخدت بس يعني حاجة بسيطة جدا من اللي حاصل. أمطار وسيول برضو في السعودية في من 2020 شغال، يعني كان في موجود ده الصورة دي. في أيسلند كان في البركان في 5/8/2022، البركان طبعا انتوا عارفين البركان بيعمل ايه وبيدمر ازاي. لو رجعنا بالذاكرة بس للشتاء اللي فات على طول يا جماعة، هنا في جمهورية مصر العربية في الإسكندرية، ده كان شكل بعض أيام الشتاء السنة اللي فاتت. يا رب إن شاء الله ما عاد تعود يعني، ونتمنى إن احنا نقدر نوقف المواضيع دي. ولو بصينا القاهرة كمان والعريش، وكان دمياط والأهلية والشرقية، يعني يمكن لو كنت قعدت أجمع الصور اللي حصلت السنة اللي فاتت لينا، يبقى خلاص مش هعمل حاجة تانية غير إن أنا هعرض صور. يعني كل ده بيوصلنا للتغيرات المناخية. إيه التغير المناخي اللي حصل ده؟ ومين السبب فيه؟ هل هو حصل الكرة الأرضية اللي عاملة كده ولا إحنا لينا؟ لا طبعا، هو طبعا زي ما الكل عارف أو الكل سمع إن هو المناخ معناه تغيرات أو تحولات طويلة الأجل في درجات الحرارة وأنماط الطقس، وطبعا جزء كبير منها أو مسؤولية كبيرة جدا واقعة على الأنشطة البشرية اللي هو إحنا. خلينا نشوف الفيديو ده مع بعض كده، هيوضح لنا حاجات كتير. سمعنا وايد عن تغير المناخ، بس شنو معناته؟ كوكبنا متغطي بغلاف جوي يتكون من مجموعة من الغازات اللي تحافظ على دفء الجو عن طريق حبس جزء من طاقة الشمس عشان تكون درجة حرارة الأرض في اعتدال. من هالغازات ثاني أكسيد الكربون، الميثان، أكسيد النيتروز وغيرها، ولأنها تدفي الأرض نسميها غازات الدفيئة. وهالغازات كانت في معدلاتها الطبيعية وكان كل شيء تمام، لين ما اكتشفنا الوقود الأحفوري وبدأت الثورة الصناعية. صرنا نحرق نفط وغاز طبيعي وفحم، ننتج الطاقة الكهربائية ونشغل سياراتنا ومصانعنا وغيرها من آلات وأجهزة، وقمنا نقطع الأشجار ونستهلك موارد طبيعية أكثر، ونربي مواشي ونرمي نفايات بكمية أكبر. كل هالأشياء تسبب زيادة انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي اللي قام يحمس الطاقة اللي تينا من الشمس بشكل أكبر، يعني صارت الأرض تتدفى زيادة عن اللزوم، والنتيجة أن درجة حرارة الأرض ارتفعت بشكل تدريجي عبر السنين، وتغيرت أنماط هطول الأمطار، ومنسوب ماء البحر قام يرتفع شوي شوي بسبب ذوبان الجليد في القطب الشمالي والجنوبي. الحين عرفنا مشكلة تغير المناخ، شو اللي ممكن نسويه عشان نساهم في حل هالمشكلة؟ نقدر نسوي وايد أشياء. نقدر نقتصر باستخدام الكهرباء والماء ونستعمل أجهزة عالية الكفاءة. نقدر نقلل من استهلاكنا للمواد والموارد الطبيعية عشان يقل الطلب والتصنيع ونقلل من مخلفاتنا. بإمكاننا نستخدم النقل العام، أو على الأقل نركب كلنا في سيارة واحدة، ونزيد من زراعة الأشجار في كل مكان، ونشتري بضائع تراعي البيئة، وأيضا نكون مبتكرين في طرق أعمالنا. باختصار لازم كلنا نكون جزء من الحل. مع تحيات المجلس. خلينا قبل ما ندخل في التفاصيل، يمكن انا مش يعني عامله بس جزء بسيط كده من مغطي الموضوع. طبعا احنا ما ينفعش او مش هنعرف ان احنا نشوف الحل اللي علينا كمعلمين وكمدرسين وموجهين ومتابعين واخصائيين في التربيه والتعليم من غير ما نفهم الموضوع على الاقل بشكل عام. طبعا في مننا يعرف التفاصيل وفي مننا يعرف الموضوع بشكل عام، فاحنا محتاجين، احنا خلاص عرفنا تغير مناخي فكرة عامة عنه، طيب ايه اسبابه؟ طبعا اول حاجة يمكن قالها الفيديو هو توليد الطاقة. الطاقة دي جاية منين؟ من المصانع، مخلفات المصانع، تمام، وحرق الوقود وحرق الفحم وانبعاث اللفظ اللي الكل يمكن كان جديد عليه وهي الغازات الدفيئة. والغازات الدفيئة دي هي عبارة عن ثاني اكسيد الكربون واكسيد النيتروز وبخار المية، تمام. كل الغازات الدفيئة دي تعتبر غازات ربنا خلقها سبحانه وتعالى في الغلاف الجوي بشكل أو بنسب معينة لفايدة الأرض والاحتفاظ بحرارة الأرض. لكن الوقت حاليا اللي حصل معانا إن الغازات الدفيئة دي زادت نسبتها بشكل غير عادي. يبقى هي إيجابية، ربنا خلقها بنسبة معينة، ممتازة جدا لينا لأنها بتحفظ حرارة الأرض، عشان لو من غيرها كانت تبقى درجة حرارة الأرض حوالي -18. لكن هي ما فضلتش زي ما ربنا خلقها لينا، احنا بكل سلوكياتنا اللي مش صح ومش مظبوطه وكل
التصنيعات وكل الطاقة اللي بتتولد والمصانع وغيره، زود نسبة ثاني أكسيد الكربون أساسي وأكسيد النيتروز طبعا والغازات الدافئة كلها في الطبقة بتاعت الكرة الأرضية أو الغلاف الجوي. كانت النتيجة إن هي عملت حاجة اسمها الاحتباس الحراري، بمعنى إن الشمس كانت الأول بتدخل الأشعة بتاعتها، الأرض بتاخد كفايتها وبيخرج الباقي بمنتهى البساطة، طبعا مش بشكل علمي كبير، ولكن في النهاية دلوقتي الأرض ما يعني الغازات أو سوري أشعة الشمس ما عادتش بتخرج تاني بسبب وجود الغازات الدفيئة بشكل مكثف وغير عادي، وبالتالي بتحتفظ الأرض بالأشعة دي وبترفع درجة حرارة الأرض. كمان من ضمن الأسباب استخدام وسائل النقل، يبقى احنا لاحظنا إن احنا مصانعنا احنا اللي عاملينها دي طبعا كلها سلوكيات بشرية، تمام. كمان وسائل النقل اللي هي طبعا في عوادم السيارات سواء كانت اتوبيسات أو كل السيارات الماشية بالبنزين والبترول ودرجات وغيره، كل ده بيأثر على أو بيزود التغيرات المناخية وبيأثر على أسبابها. تصنيع البضائع، بمعنى إننا بصنع بلاستيك، بصنع أسمنت، بصنع حديد وصلب، كل الصنع والصناعات والتعدين وكل ده بيأثر بالسلب على الكرة الأرضية، فالأرض فعلا بتئن من اللي احنا بنعمله فيها واحنا مش حاسين، وللأسف هي الأرض هتبتدي ترد علينا باللي احنا عملناه، والرد مش هيبقى صح والرد مش هيبقى كويس علينا كلنا، تمام. كمان في سبب ثالث أو سبب رابع هو قطع الغابات. اللون الأخضر أو الشجر الأخضر هو اللي بيزودنا بالأكسجين أو بالأكسجين اللي احنا بنتنفس بيه وبيعيش بيه، وطبعا بياخد مننا ثاني أكسيد الكربون. للأسف الشديد قطع الأشجار بيعمل عدم توازن في نسبة الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الكرة الأرضية، ولذلك بيأثر بشكل كبير جدا على زيادة الانبعاثات اللي بتأثر على الغلاف الجوي. طبعا إزالة الغابات دي بتمثل كارثة كارثة في الكرة أو على الكرة الأرضية. أسباب كمان من ضمنها إنتاج الغذاء، الغذاء بإنتاجه تمام بيزود أو بيزود انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما هو إنتاج يعني تصنيع، تمام، زي السماد الطبيعي والحاجات اللي لازمة للزراعة، فده بيزود برضو زي ما قلنا الغازات الدافئة، وكمان إنتاج حاجات كتيرة بتأثر على المزارع وبتأثر على الصيد وبتأثر على كل حاجة. فبالتالي أكيد تاني برضو بقول إحنا كل اللي إحنا أو كل سلوكياتنا اللي إحنا بنعملها بتأثر بالسلب علينا. استهلاك الكثير بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا مهلكين أو بنستهلك أكتر ما بننتج في أحيان كثيرة. مش عايز أظلم بس نفسنا أكتر من كده، أنت حضرتك في منزلك بتستخدم طاقة بشكل غير عادي، بتسيب الأنوار منورة عادي، بتسيب الحنفية ممكن مفتوحة بشوية المية عادي مفيش مشكلة، تمام، وبنستهلك حاجات كتير، مهلكين للملابس، مهلكين حتى الأدوات الإلكترونية وغيره وغيره، وبالتالي كل ديت سلوكيات مش مظبوطة، والاستهلاك ده بيأثر كمان، يعني الموضوع مش حرارة بس، حتى إحنا كمستهلكين بنأثر بالسلب على المناخ أو المناخ بتاع الكرة الأرضية. ويمكن بعض المصطلحات اللي ظهرت، خلينا نكمل على بعض الحاجات اللي ظهرت واحنا ما كناش برضو عند بمعرفة بيها، زي الغازات الدافئة اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية، وزي البصمة الكربونية والبصمة المائية. يمكن من ضمن الحاجات اللي احنا استغربنا لها ما شفنا المصطلحات كلمة بصمة، بصمة يعني أثر، بصمة إيد، احنا متعودين على بصمة الإيد، لكن بصمة كربونية، بصمة كربونية. مين اللي بيعمل بصمة كربونية؟ هي نسبة ثاني أكسيد الكربون سواء من شخص أو من مجموعة من أشخاص أو من منتج، كل ده البصمة الكربونية كلما زادت بتأثر على الكرة الأرضية بالسلب، بتأثر على التغيرات المناخية، بتأثر على زيادة ثاني أكسيد الكربون. يبقى معنى كده إن أنا كنجلاء ليا بصمة كربونية، أيوه ليا بصمة كربونية، البصمة الكربونية نسبة ثاني أكسيد الكربون اللي أنا بتطلق مني، وطبعا كلما زادت كلما أتت بالسلب على الكرة الأرضية، تمام. طب أمال البصمة المائية؟ كمية المية أو نسبة المية اللي بيستهلكها الفرد، تمام، استهلاكنا المية غير طبيعي، وإحنا وهيجي لنا وقت هيبقى نسبة المية أو بمعنى أصح المية هتبقى مش مكفية الاستهلاك، لأن إحنا بنهدر أكتر ما بننتج أو بنحافظ، كمان ما عندناش
ثقافة كبيرة قوي على المحافظة حاليا. يعني انا برضو مش عايز اظلم مش الكل، ولكن احنا حاليا مش اخدين بالنا قوي ان استهلاكنا للمية بقى مش منطقي وبيأثر بالسلب على الكرة الأرضية كمان. أثر يمكن هنلاحظ ان انا دايما كنت يعني وانا بشتغل في الباور ده بوظف الحاجات اللي هنستعملها بعد شوية في المناهج. يمكن دي خريطة ذهنية انا عملتها بتبين لي، عملتها ببرنامج هنتكلم عنه بعد شوية او هوريه لحضراتكم بعد شوية صغيرين، بتوريني تصنيفة للآثار بتاعة التغيرات المناخية. يبقى انا معنى كده ان انا وانا بعرض اي حاجة لحضراتكم دلوقتي انا اقدر اوظف حاجات كتيرة جدا تساعدني عشان اوصل الفكرة، تمام، واعمل عملية تواصل بيني وبين حضراتكم. التغيرات المناخية قلنا اسبابها، طب ليها اثار، ليها اثار كتيرة جدا احنا نعرف منها او كنا نعرف منها ان حرارة الارض ارتفعت وحاسين بده ولامسينه حاليا واحنا قاعدين دلوقتي، لامسينه كل يوم الصبح وطول النهار، لامسينه بشكل غير عادي في طول فترات الصيف علينا دلوقتي في مصر حتى على الأقل، وفي مناطق كتيرة اختلال في الجو، تمام؟ طيب إيه كمان؟ جفاف، تدهور تنوع بيولوجي، سيول، فيضانات، عواصف. يمكن برضو كلمة تنوع بيولوجي من الحاجات اللي إحنا برضو استوقفتنا كمصطلح، مصطلح جديد علينا، وهو معناها التوازن البيئي. طبعا كل حاجة في حياتنا ربنا خلقها لنا فيها توازن، فيها بالانس، والتوازن ده بدأ يحصل له اختلال، تمام؟ نبص على الآثار كده على السريع. آثار التغيرات المناخية، ارتفاع درجة حرارة الأرض، لو احنا شايفين الأرض يعني خلاص زي ما تكون ملتهبة من كتر الحرارة اللي هي واصلة للحرارة زي ما قلنا بسبب تركيز الغازات الدفيئة اللي أساسي فيها هو ثاني أكسيد الكربون. طبعا زي ما قلت إن هو حرارة الأرض لما بترتفع كل حاجة مؤدية للتانية، والنظام نظام متكامل، بمعنى ان انا ارتفعت حرارة الارض في اماكن فيها زي بترتفع حرارة المحيطات وبيذوب بالتالي الجليد في القطبين، وده بيأثر على حاجات كتيرة، ده ذابت السلوك في القطبين، القطب الشمالي والجنوبي معناها، او في القطب الشمالي اساسي بسرعة كبيرة جدا، معناها ان في بعض الكائنات اللي موجودة في المكان ده هتبتدي تفنى وتتلاشى، يبقى النظام بيحصل له اختلال. آثار كمان عواصف أشد، إحنا كنا زمان ما بنشوفش العواصف اللي بتحصل لنا دلوقتي في الشتاء، فصل الشتاء، لكن دلوقتي في عواصف، في أحيانا أحاصير، وفي سيول، في حاجات كتيرة قوي إحنا بتخوفنا، بتخلينا نخاف، بتخلينا نشوف اللي جاي هيبقى صعب، فإحنا محتاجين نقف، والوقفة دي مش هتبقى واحد لوحده، والوقفه دي تمس حياتنا، مش عشان خاطر اي حاجه. المؤتمر مهم الشهر الجاي، مهم ان احنا نشتغل على نفسنا كتير، لكن حياتنا مهمه جدا عندنا. العواصف بقت مدمره، بتدمر بيوت، وبتدمر اماكن، بتدمر مناطق، وبتشيل ممكن بلاد بحالها، بعض الاماكن، بعض البيوت، خاصه لو كان المكان اقتصاديا مش كويس، بمعنى لو البيوت دي مصنوعه من مواد ما تستحملش العواصف دي، فبالتالي البيوت بتنهار، وطبعا وبيبقى في عندنا لاجئين من غير بيوت، وناس بتبتدي تنزح من مكان لمكان، فكله شبكة متصلة. بالتالي كمان في أماكن بيحصل لها جفاف زي ما قلنا، أماكن فيها سيول وأمطار، وأماكن المية بتندر فيها جدا، وبالتالي زي ما قلنا التغير ده بيؤدي إلى نضرة في بعض الأماكن. ليه؟ عشان في حاجة اسمها احترار عالمي، وده لفظ برضو جديد علينا. الاحترار العالمي اللي هي ارتفاع نسبة أو سوري درجة الحرارة للكرة الأرضية. طبعا في بعض الأماكن الارتفاع ده بيؤدي لجفاف، يبقى أماكن بتلاقي فيها أعاصير وسيول وأماكن فيها جفاف كامل زي ما احنا شايفين في منظر الصورة، وبالتالي احنا حصل الوقت فيه نظام البيئة أصبح مختل مش مظبوط، تمام، وعواصف بتشيل الرمل وتروح تدمر أماكن بالكامل. كمان ارتفاع درجة حرارة المحيطات زي ما قلنا هو بيعمل ذوبان للجليد، وبالتالي بيأثر بالسلب بشكل غير عادي على الكرة الأرضية، وطبعا المحيطات بترتفع درجة حرارتها، تمام، وغاز، طبعا غاز تمتص المحيطات غاز ثاني أكسيد الكربون اللي بيأثر على الحياة البحرية كمان والشعب المرجانية. شعب مرجانية معناها سياحة، سياحة معناها
يعني كله مرتبط ببعضه. سياحة معناها دخل، كمان محيطات زادت فيها نسبة ثاني أكسيد الكربون أو الكربون دايوكسيد، معناها إن مات فيها الحياة البحرية اللي إحنا بنعتمد عليها، وفي أماكن كاملة في العالم بتعتمد على الحياة البحرية بس. الموضوع خطير، الموضوع فعلا خطير. فقدان الأنواع طبعا، أماكن زي اللي فيها ندرة مياه أو أماكن زي اللي هي في القطب الشمالي زي الباندا مثلا بدأت تختفي، أو اللي بتعيش في الثلوج وغيره، ده هيعمل خلل بيئي، لأن في حاجة عندي اسمها السلسلة الغذائية، والسلسلة الغذائية دي مبنية على بعضها، كل حاجة ربنا خلقها في الكون بتبقى مبنية على بعضها، بمعنى في حشرات بتتغذى على حشرات تانية، في حيوانات بتتغذى على حشرات، في حيوانات بتتغذى على نباتات. فإحنا لو جينا لعبنا أو جينا حاولنا نتدخل في التوازن ده، إحنا بنفقد الأنواع وبيحصل لنا خلل، وبيظهر لنا أمراض، بيظهر لنا حاجات كتيرة جدا، آفات وأمراض. طبعا إحنا مش محتاجين نتكلم على الأمراض اللي بدأت تظهر لنا، لأن إحنا ما زلنا بنعاني من الكوفيد، وما زلنا حياتنا يعني شوية إحنا مطمئنين وشوية قلقانين إلى الآن. نقص الغذاء طبعا، أفريقيا من القارات يعني اللي لها باع طويل في الموضوع ده، ونقص الغذاء بيمثل مشكلة جامدة جدا. تمام، زي ما قلنا كله بيوصل لبعضه، الصيد مع الأماكن اللي فيها ندرة مياه، يعني ما فيش زراعة، ما فيش إنتاج، ما فيش محاصيل، ما فيش ماشية، يعني إن ما فيش إنتاجية عشان تعيش الماشية عليها، في نقص دخل، في فقر، في يعني متهيألي كده أنا يعني الدنيا بقت صعبة أوي جدا. مخاطر صحية أكيد، يعني أولها كوفيد وحاجات تانية كتير يا جماعة، وانتشار أمراض مش معروفة، ونسبة وفيات مش منطقية. تمام، طبعا برضو من ضمن الآثار الفقر والنزوح، لأن أنا مش لاقي في المكان ده أكل وشرب ليا ولأولادي، فأنا هبتدي أدور على حتة تانية. تمام، لا قدر الله بيوتنا انجرفت في سواء كان السيول أو غيره، ففي النهاية أنا محتاجة أدور على مكان تاني للعيش، إن أنا أعيش فيه يعني. فهنروح فين يعني؟ هذه النقطة. طبعا خلينا نركز قبل ما يعني أنا استعرضت على يعني بسرعة، عشان أنا عايزة يهمني قوي إحنا دورنا إيه في الموضوع، لأن إحنا في التربية والتعليم لنا دور مهم جدا جدا، إحنا كمربيين قبل أي حاجة. خليني قبل ما أقول ما الذي يجب علينا فعله، أقول إن إحنا مش محتاجة إن أنا أنبه وننوه إن إحنا يعني دي بعض الصور اللي إحنا ممكن نوصلها في يوم من الأيام. كمان البنية بتاعتنا، أو بمعنى أصح اقتصاد بلاد كتير، اقتصادها ما يقدرش يتحمل الكوارث دي، خاصة في البلاد اللي كثافة السكان فيها عالية، وما تقدرش تخطي المشاكل والكوارث لو هي ورا بعضها. كمان في كمان مشكلة جامدة جدا بالنسبة لنا، ان احنا محتاجين نبقى عندنا يعني خطط مواجهة، يعني يبقى احنا عندنا طبعا في لفظين يمكن برضو كانوا على الساحة، هو التكيف المناخي، نتكيف على نتخذ تدابير يعني للحاجة اللي بتحصل لنا حاليا، وفي مرونة مناخية، نتوقع ما هو آت، وما هو آت أصبح الوقت باين وواضح وظاهر ومش محتاج حد يفسره لنا. إحنا في مصر بنواجه مشكلة خاصة منطقة الدلتا، يعني دمياط كمان من ضمن المنطقة، إن إحنا المنطقة عندنا منخفضة. تمام، ومتوقع يعني يمكن على 2050، والله أنا مش متأكدة برضو إن 2050 أو 2100 إن المنطقة تتغطى بالمية لو ما حصلش أي مواجهات وتدابير ممكنة. طبعا لو سواء إحنا لو إحنا حتى قلنا إحنا مش متواجدين، وربنا يدي الجميع الصحة، أولادنا محتاجين إن إحنا نعلمهم يواجهوا، وأحفادنا برضو محتاجينهم يعرفهم، يبقى عندهم إزاي يعرفوا يتكيفوا مع الوضع. خلينا نرجع للسؤال، ما الذي يجب علينا فعله؟ يمكن أنا حبيت أقول إن إحنا إيد في إيد، مش هينفع من غير ما تكون إيدنا كلنا في إيد بعض، والموضوع مش مجرد إن أنا عايز أعمل مبادرة عشان أعمل مبادرة مطلوبة مني،
مش موضوع ان انا مطلوب مني اعمل كذا فانا اعمل حصه عن التغير المناخي اول يوم في الدراسه يبقى لازم اعمل عشان التغير حصه واعديها. الموضوع مش كده خالص. لو انا ما تلمستش وتحسست الخطوره اللي انا عايش فيها وعايش وخلاص، يبقى انا مش بتعلم من اخطائي اللي قبل كده كبشر، مش بقول على كمصري ولا اي جنسيه، لا انا بتكلم على ان انا لازم استشعر كانسان ان في خطر، وان انا بعمل ده حبا في ان انا احيا حياه سليمه مظبوطه، وحبا في ان انا اعيش اصلا، لكن مش مجرد ان انا حصه وهاديها او مشروع وهعمله او حاجه مبادره مطلوبه مني فهاديها وخلاص. يمكن انا حاسه قوي بالموضوع اكتر منه مجرد ان انا بلقي محاضره على حضراتكم، لا فعلا انا عارفه او ملتمسه قد ايه الرعب للانسان اللي احنا بنكون فيه وقت ما الميه بتبتدي تغطي شويه لرصيف الشوارع او رصيف الشارع، اما الميه توصل لنص العربيات اللي واقفه في الشارع، اما يحصل رعد وبرق وسيول شديده شويه تخوف. فلا احنا محتاجين نعمل حاجه. يمكن الامم المتحده دايما بتعمل حملات، وعملت حمله اسمها امال الان، ان احنا عايزين نحد من ظاهره الاحتباس الحراري وندور على الكوره اللي شايلانا، الكرة الأرضية اللي بتئن فعلا حاليا من اللي احنا بنعمله فيها. يمكن البلاد المصنعة بشكل كبير زي الولايات المتحدة والصين وغيره لها باع طويل في الموضوع، وهي بدأت الوقت تقنن، لأن الخطر مش على قد مصر ولا البلاد العربية ولا الإفريقية بس، ده الخطر على العالم بالكامل. فالخطر يمس الولايات المتحدة، يخص يمس الصين، يمس اليابان، كل البلاد المصنعة. ومع تزايد الكوارث الطبيعية اللي بتشهدها طبعا العالم، فهي الأمم المتحدة أعلنت الحملة اللي هي اسمها أعمالهم الآن. نواجه تحديات كثيرة نعم، ولكننا الحمد لله خلينا نتفائل. معلش يمكن بقالي شوية حوالي أكتر من ربع ساعة أو تلت ساعة، يعني الدنيا بقت يعني بلاك أو زي اللزوم، فاحنا لا احنا دايما عندنا أمل، ودايما طبعا مؤمنين بالله وعندنا أمل في ربنا سبحانه وتعالى، ثم في أنفسنا إن إحنا نقدر نعمل حاجة كويسة. ولو بدأنا كل واحد بنفسه وتكاتفنا مع بعض أكيد هيبقى لينا شغل جامد قوي. الحلول اللي قالتها الأمم المتحدة إن إحنا عايزين نحول أنظمة الطاقة لمصادر طاقة نظيفة ومتجددة زي الرياح، طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وده فعلا حاصل، ويمكن بيتابع من الأخبار في شرم عشان مؤتمر كوب 27 دلوقتي في شرم الشيخ، في حاجات في الوقت شغالين على الحاجات دي بشكل كبير. البلاد كلها فيها طاقة متجددة واللي هي تعتبر طاقة نظيفة طبعا لا تلوث. احنا علينا نبدأ لسبب واحد، ان احنا محتاجين نوصل للانبعاثات بتاعت الغازات الدفيئة وخاصة الكربون دايوكسيد او ثاني اكسيد الكربون بحلول 2050 اللي يكون زيرو، ما يكونش اكتر من كده، عشان نعرف ننقذ الكره الارضيه، لان الحل لسه موجود في ايدينا ونقدر نعمل حاجه ان شاء الله. كمان عايز معنى كده ان احنا عايزين نقلل نخفض الانبعاثات للنص على الاقل في عام 2030، عشان الاحترار اللي حاصل ننزل على الدرجه ونص. الكره الارضيه ارتفعت درجه حرارتها لدرجه ونص، ودي حاجة مش قليلة على فكرة بالمرة، ولو احنا استمرنا في اللي احنا ليها ترتفع 3 درجات وهتبقى كارثة. تمام، احنا محتاجين نقلل عن درجة ونص الاحترار العالمي ده عشان نقدر نواجه. وطبعا احنا عايزين كمان نقلل انتاج الوقود الاحفوري اللي هو الفحم والحاجات اللي هي كلها ملوثات للبيئة. آخر يمكن لفظين قبل ما أدخل في الجزء العملي أو الجزء الشق الخاص بي، إحنا كمعلمين هنعمل إيه؟ لأن يمكن الكلام ده كله خلانا نفهم الوضع عامل إزاي، لكن إحنا محتاجين نفهم هنعمل إيه. التنمية المستدامة، يمكن أنا الكف اللي شايل الكرة الأرضية هو إيدين البشر، هي إيدين البشر هي اللي بتهد وهي اللي بتبني. تمام، فهي التنمية المستدامة معناها إن أنا أحافظ على الموارد بتاعتي، تمام، ألبي احتياجاتي من غير ما أمس أواجه على الأجيال المستقبلية في احتياجاتها، بمعنى إن أنا اللي هي sustainable development اللي هي تنمية تلبي احتياجات الحاضر دون المساس
بقدرة الجيل المستقبلي أو الجيل اللي جاي على تلبية احتياجاته الخاصة. في لفظ كمان اسمه الاقتصاد الأخضر. طب إحنا حاليا مصر كلها بتتحضر للأخضر، والتحضر الأخضر هو اللون الأخضر اللي يمكن الطلبة بتوعنا في منهم كتير ما بياخدوش بالهم منه. في طلبة كتير في الفصول عندنا ما يعرفوش يعني إيه لون أخضر، ما بيلحقوش يبصوا في الحدائق ويتنفسوا الهواء النظيف، ما عادش عندنا وقت إحنا كأولياء أمور ناخد ولادنا زي زمان ونطلع نقعد في الحديقة ونتمتع بالشجر وجمال الطبيعة. لكن إحنا محتاجين نرجع لده. الاقتصاد الأخضر معناها اقتصاد يحسن حالة البشر، اقتصاد يؤدي إلى رفاه البشر، تمام، اقتصاد يقلل نسبة ثاني أكسيد الكربون، اقتصاد يوجه النمو والاستثمارات عشان نبعد عن الانبعاثات اللي هي الضارة لينا دي، ونحسن حياتنا ونبعد عن المخاطر البيئية. يبقى تاني، اقتصاد أخضر هو اقتصاد يؤدي لتحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، في نفس الوقت يحد من المخاطر علينا، يزود استثمارات ويقلل انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث. يمكننا دفع الفاتورة الآن أو ندفع أثمانا باهظة في المستقبل. التمن هيبقى غالي أوي، هي حياتنا، لكن احنا نقدر ندفع الوقت الفاتورة. والأرض بتبتسم وتقول لنا يلا ابتدم، وأنا هبقى هرجع زي ما كنت والدنيا هتبقى جميلة. لو بصينا يمكن على الصورة دي معبرة قوي، وهي ان احنا محتاجين نكسر اللمبة المصباح ده اللي فيه انبعاثات سامة من مصانع، محتاجين نزرع زراعة طبيعية، محتاجين نستخدم طاقة الرياح، محتاجين بدل البترول نستخدم الغاز، ومحتاجين ان احنا نوفر في مواردنا شوية ونقل استهلاكنا ليها، ما نكونش أعضاء مهلكين يعني هالكين أو مهدرين للموارد. خلينا نخش في التعليم بقى. يمكن قبل ما أتكلم على التعليم والتغيرات المناخية، إحنا لو بصينا في المناهج كلها بالفعل إحنا كل مناهجنا بتواكب التحدث أو الكلام عن التغيرات المناخية. يمكن اللغة الإنجليزية أنا عاملة الأمثلة منها بطبع التخصص يعني، وهفتح وهنفتح بعد شوية الكلام على الأقل من كل مادة حد واحد بس يتكلم على المنهج بتاعه. طب خليني أقول إن إحنا محتاجين نشتغل كل المواد. استأذني كده مس نجلاء، اتفضلي يا مس ميرفت، نجلاء اتفضلي. على ما مس نجلاء تتكلم في الجزء الخاص باللغة الإنجليزية بعد إذنكم، محتاجة من كل مادة واحد من الزملاء هيرفع إيده في انتظار إن إحنا هنفتح له المايك، بس مواد مختلفة عن اللغة الإنجليزية. وتقول حضرتك منهج حضرتك بيتناول التغيرات المناخية إزاي بعد إذن مس نجلاء. اتفضلي. تمام يا مدام، اتفضل. انا يمكن هقف على الصوره دي وهتكلم عن اللي انا عايزه اقوله. مفيش انفصال بين المواد وبعضها. نظام التعليم الجديد 2.0 بيمشي يمكن هو نفس التوجه ونفس الفلسفه واحده، تمام، هو كله بيؤدي لبعضه وكل المناهج متداخله. خلينا اقول احنا محتاجين نشتغل على الجزء الوجداني بتاع الطالب. اولا حضرتك قبل اي حاجه انت الموديل بتاع الطالب، من اول يوم من غير ما يطلب مني انا محتاجه اشتغل. من اول ما اجي اعمل قواعد الفصل اللي هي الكلاس روم رولز، انا محتاج ان انا اعمل اطار عمل جوه الفصل، معناه هدي سلوكيات اساسيه في التعامل. على فكره دي مش بعيده عن التغيرات المناخيه، لان سلوكيات ان انا التغير المناخي يعني صحه الانسان على فكره، حتى محافظتي على صحتي هي بتواكب تغيرات مناخيه. بمعنى اننا لو بصينا حتى في المنهج ده، منهج كي جي في الانجليش، تمام، لو بصينا على الصورة اللي في الشمال بيعينوا سلوكيات عادية جدا على فكرة. ميك يور بيد يعني نظم سريرك، تنظيم، زي ما انا في الفصل بعلمه اول يوم في الدراسة، وانا الحمد لله ان انا يعني قدرت الحق ان انا اعمل المحاضرة دي النهاردة، عشان برضو احنا بنذكر بعض مش عشان اي حاجة. في ناس كتيرة مننا يمكن اللي بقوله مش جديد عليها، لكن احنا بنذكر بعض، وهي ده دورنا ان احنا دايما نشد البعض لقدام. فميك يور بيد هنا بيقول له نظم سريرك، فانا في الفصل هقول له نظم درجك، هقول له الديسك بتاعك ما يكونش عليه اي ربش،
هقول له زي ما انتم شايفين الصورة التانية بيعلمه قيمة الوقت. مهمة دي مهمة عشان التغيرات المناخية طبعا، ما فيش حاجة منفصلة عن بعضها. كل سلوكيات الطالب اللي بتعلمها له جوه المناهج بتاعتك هي سلوكيات مهمة جدا. لو قلت حط طبق الأكل اللي قدام الطالبة أو البنوتة اللي موجودة في الصورة بتاعت منهج الكي جي، بيعلمه إزاي يكون الأكل هيلثي أو صحي. صحي بمعنى إن أنا آخد الأطعمة من كل قدر من الطعام جزئية، تمام، وما كنش مهدر. خلي بالكم من حاجة، إن أنا حتى في الرياضيات حتى في العلوم، طبعا علوم ودراسات معايا في نفس الخط، يمكن دايما الناس يقولوا الرياضة، وأنا هسمع حالا بعد شوية ميسة أو أي حد من مدرسين الرياضيات، ان انا حتى لما بدي الطالب الربع والثلث والثمن انا بعلمه ان هو ما يكونش مهدر للمورد. بمعنى ان انا لو انا في الفصل علمته ان هو بياخد الربع ده عشان يعرف ان هو رغيف العيش هيقسمه 4، بحيث ان انا ما اهلكش الساندوتش اللي ماما عطيه لي كله واحط بقيته في ارميه في الباسكت، لا انا ابقى انسان منتج وليس مهدر للموارد. اتعلم ازاي اخد على قدي بس، ازاي اللي يكفيني بس. سلوكياتنا او بمعنى اصح سلوكيات ولادنا لازم تتعدل لده، ان انا يكون قدامي طبق فيه من كل حاجه، حاجه بسيطه، مش لازم ان هي تكون حاجات كتيره جدا. وده مهم جدا يا جماعه، انا بتكلم في حاجات بتمسنا كلنا كاولياء امور، بتمسنا كامهات وابهات، بتمسنا كمعلمين. وان كنا احنا اتعلمنا كتير في حاجات من دي من السلوكيات، وفي حاجات بدات تندثر من بين ايدينا، ولكن احنا محتاجين نعيد الكلام ده. المناهج خدمانا في ده، التعليم خدمنا في ده، المناهج متضفر فيها تغيرات مناخية من غير ما نحس. كل سلوكيات بتديها للطالب هي تغير مناخي، كل سلوك هيحافظ على صحة الإنسان هي بيساعد في التغيرات المناخية، كل سلوك هتخليه ما يهدرش موارد، ما يهدرش أكل، ما يسيبش، ما يشوف، ما يكون سلوكه إيجابي وليس سلبي، ما اشوفش حنفيه مفتوحه كطالب. اتعلم ان انا ابص على حنفيه تحت مفتوحه وبايظ فيها حاجه اروح ابلغ مدير المدرسه او مدرس الفصل عن الموضوع، مدرس الفصل ما يتعاملش بسلبيه ان الحنفيه وانا مالي ومال الحنفيه مفتوحه او مقفوله، لا انا ليا دور، لان ده بيؤدي لده. الميه اما تخلص هتاثر علينا كلنا، مش قصدي تخلص يعني تقل، او بمعنى اصح تكون حصتنا في الميه مش مكفية العدد اللي موجود على وجه الكرة الأرضية عامة أو جمهورية مصر العربية خاصة. أنا مش بتكلم طبعا غير في حدود التعليم، وبقول تاني أنا محتاجة أعلمه يكون عضو منتج وليس مهدر. ما هدرش المية حتى لو هي موجودة ومكفياني، ما هدرش الكهرباء، ما سيبش النور مولع في الفصل وامشي. أنا كمدرس ما ينفعش، وكمان كطالب ما ينفعش. أعلمه إزاي قبل ما يمشي كل حاجة ترجع منظمة زي ما كانت، سواء كان أنا عندي عامل في المدرسة أو ما عنديش. الكتاب بيساعدني على ده. ده كتاب أولى ابتدائي بيوريه إزاي يغسل إيده كويس وينظف إيده، إزاي يعمل سلوكيات النظافة. النظافة دي هي بتواجه التلوث، والتلوث إحنا اللي بنعمله، الورق إحنا اللي بنرميه، الربش إحنا اللي بنزودها. وجايب له هنا حاجة جميلة قوي، هو شغال سلوكيات يا جماعة على الطالب، بس احنا يمكن بنديها كأنه مجرد حصة وبتتأدى. مش كل الناس برضو، انا مش بظلمكم ولا حاجة، انا بس يمكن معلش بتكلم بصيغة ان انا بحاسب نفسي قبل ما احاسب حد. انا نجلاء بحاسب نفسي قبل ما احاسب اي حد، ان انا هنا الدرس ده له سلوكيات واضحة جدا. وش بيبتسم وش زعلان، انت هترسم على كل حاجه ايه. البنت اللي بتتمتع بجمال الطبيعه والفراشات والورد والجمال ده، هتحط لها وش بيضحك عشان فيه هواء نظيف فيه اكسجين، ولا هتحط لها وش زعلان طبعا وش بيضحك؟ عادم السياره اللي صاحبها سايبها بتلوث البيئه، وهو بيقول لك انا مش هقدر اعمل غير كده، بس في حاجه انت مش اخد بالك ان انت بتلوث البلد كلها، بتلوث الكره الارضيه. لو كل واحد هيقول انا مالي الدنيا هتخرب. كمان المدخنين السموكرز، التدخين اصلا لو اتكلمنا عنه من هنا لبكره الصبح قد ايه هو مهلك في كل شيء، فلوس وغيره وغيره، ولكن بيأذيني السموكر ده، المدخن ده بيأذيني في نفسي، بيأذيني اللي بيخرجهولي وبيأذي الجو كله.
التلوث الضوضائي حتى ان انا اعلي السياره واعلي المايك بتاع اي حاجه واعلي التلفزيون، ده برضو سلوك مش بيئي مظبوط، ده سلوك غير صادق للبيئه. احنا عايزين نكون يا جماعه اصدقاء للبيئه. الباسكت اللي قدامي ده اللي ممنوع عليه الذباب، ده سلوك غير سوي، تمام، بحيث ان انا ارمي فيه لكن اغطيه بحيث ان انا احافظ على المكان. كمان عندي طبعا منهج سنة خمسة الصف الخامس جريد 5، طبعا له باع طويل معانا في التغيرات المناخية بشكل غير عادي من اول الوحدة الاولى، وبلانت اور فود اللي احنا بنزرع الطعام بتاعنا، وطبعا جايب لي انواع الطعام الهيلثي، جايب لي زراعة الشجر في قصيص، وجاب بيقول لي حط لي ورتب لي. الطالب مش مفترض ان هو هياخد باله قوي ان انا بقول له بص على اللون الاخضر، لكن انا بقى محتاجة ان انا اوضح له ده جمال اللون الاخضر، جمال الشجرة، جمال الوردة اللي طالعة مع الشجرة، جمال الاكسجين اللي هيطلع لنا من الشجرة، جمال ان انا اتحضر الاخضر فعلا. كمان جاب لي السلسلة الغذائية اللي انا لسه كنت بتكلم عنها من شوية. ايه الكونسيومرز اللي هم المهلكين اللي بيهلكوا، المستهلكين يعني، مش مهلكين يعني بيقتلوا، المستهلك، الكونسيومر المستهلك، فود تشين، السلسلة الغذائية، كل حاجة مبنية على التانية عايشة عليها، ما ينفعش اعمل خلل. والشمس طالعة منورة الدنيا وعطيانة كل الطاقة وعطيانا كل اللي احنا محتاجينه، تمام، يا رب ما يحرمنا منها ابدا ولا من الأشعة بتاعتها اللي هي طبعا المحببة إلينا طبعا مش الضار. ده بيورينا ان احنا ممكن نفتح للطالب اوسع ونقول له ان في، انا مش بشرح سنة خمسة على فكرة انجليزي، ولكن انا بقول لك ان كل حتة عندك في كتابك ايا كانت المادة وظفها ووسع شوية مدارك الطالب، قول له ان احنا الوقت لو قتلنا الايجل ده هيبقى ينقرض، هيحصل عندي اختلال بيئي، الاختلال ده او الخلل ده او عدم البالانس ده هيأثر على صحتي انا كإنسان في الاخر بشكل او بآخر على المدى سواء البعيد او القريب. كمان الوحدة الثانية، انا عايز اكون صحتي كويسة، I want to be healthy. بيقول له ايه هنا في الصفحة الثانية اللي انا جايبها لك، بيقول له ايه، ايه اللي احنا نقدر نعمله عشان نحمي الهواء والبحر والشجر. يا ده بدأ يحط ايده على كل حاجة، كل حاجة كطالب، طالب في خمسة ابتدائي لسه وبيعلمه، لان هو ماسكه من تحت خالص من اول ما بدأ معايا، بيديله سلوكيات، سلوكيات. احنا مش بندي معلومات بس، احنا اساسي بنعلم، وبنعلم معلومات وفي اطار سلوك، والسلوك مهم جدا يا جماعة، لان المعلومة ممكن تطير من غير السلوك. تعالوا نبص كمان على اخر حاجه وهبتدي بقى اشتغل على التكنولوجيا. قبل ما ندخل على التكنولوجيا اكيد هسمع المدرسين بعد الشريحه دي. ده بيقول له على الاوروجن، اوروجن التاكل، لكن هنا ده تاكل، ده حاصل بسبب ايه اللي حصل، بسبب الرياح ولا التربه. ده بدا يدخله في حته علميه، طبعا انتوا عارفين ان المناهج لا تتجزأ، وبدا يفكر ايه التاكل ده اللي حصل ده والعوامل التعارية والحاجات دي ايه، في ايه. فطبعا احنا محتاجين نواكب ده، محتاجين نخلي الطالب يحس بأهمية ده، يرجع، خلي بالك ده هي سلسلة متصلة، للبيت عند بابا وماما يقول اللي هو اتعلمه، ياخد باله من سلوك غلط حاصل من اخوه او من اخته، او احيانا حتى من امه او من الاب مش اخدين بالهم من حاجة معينة، يقول لهم إيه ما ينفعش نعمل كذا عشان كذا، عشان احنا كده غلط علينا، كده هنواجه مشكلة. بعد كده الولد ما بيرميش الرابش اللي في ايده او الورقة اللي في ايده من شباك العربية، ولا بيلوث بيها الارض، ولا يرميها في الشارع، لان ورقة جنب ورقة بتبوظ الدنيا. فاحنا محتاجين نشتغل على ده، ومحتاجين نتكلم في ده. قبل ما اقول على دور التكنولوجيا، خلينا مش عارفة نهى اللي معايا ولا ميرفت. نهى، نهى انت معايا؟ ايوه معاكي يا مس، اتفضلي. ماشي. احنا محتاجين، انا يمكن رجعت للناس وعايزة
اسمع حد، لو حد مستعد يتكلم رياضه، ماده رياضه او ماده، عايزه ابتدي بالرياضه نبدأ بالاكثر. بميسة، نبدأ بميسة رياضة. ما فيش مشكله طبعا، ميسه اساس الرياضه كلها. اتفضلي يا ميسه لو انت سامعاني. تمام، يكرمك. أيوة مع حضرتك، ميسه انا صوتي عايزه واضح؟ معلش انا هسالك بس، يمكن الانجليزي او الانجليش له باع طويل في التغيرات المناخيه، عارف يدخل مدخله صح. العلوم والدراسات برضو اكيد، بس خلينا الرياضه انا بادئه بيها، لان دايما يقول لك الرياضه ماده جامده، الرياضه ما فيش فيها سلوكيات، الرياضه ما تعرفنيش حاجه عن التغيرات المناخيه. ايه رايك يا ميسه؟ اتفضلي. يمكن هي دي النظرة العامة اللي متاخدة دايما عن الرياضيات، ومش عايزة اقول ان هي نظرة بعض المدرسين بتوع الرياضيات للمادة، يعني مش بس الاخرين، لا ده في البعض كمان بيحس ان مادته مادة جامدة، فاحنا محتاجين ان احنا نفسنا نتغير عشان الاخرين يقدروا يغيروا نظرتهم لينا. تمام. طيب، ايه علاقة الرياضيات بقى بالتغيرات المناخية، ويا ترى انا اقدر اكيف المادة بتاعتي لمواجهة المشكلة دي؟ ده ممكن يحصل من خلال الأنشطة اللي انا ممكن اطلبها من الطلاب بتوعي. زي ايه مثلا؟ وحاجات اتفضل. تكون في نفس الوقت مرتبطة بمادتي. احنا عندنا مثلا رياضيات دراسة الاحتمال، تمام؟ من خلالها مثلا اقدر اطلب من الطالب ان هو يتابع لي درجات الحرارة على مدار عدة ايام، وبالتالي من خلال درجات الحرارة اللي هو رصدها يقدر يتوقع لي درجة الحرارة في اليوم التالي. احنا دايما حتى بنسمعهم درجات الحرارة المتوقعة. المتوقعة دي نبع عن احتمال لنتائج مسبقة هو حصل عليها، فده يعتبر جزء من المنهج بتاعي. جميل، كمان انا ممكن انا كمدرس رياضيات اشارك في ترشيد الاستهلاك. طيب ازاي؟ انا ممكن اخلي الطلاب بتوعي يشاركوا في مبادره لترشيد الاستهلاك للميه والكهرباء مع اولياء امورهم، من خلال ان انا انشر الثقافه دي داخل المنازل، عن طريق مثلا ان انا ابعت مصريات لاولياء الامور مع الطلاب بتوعهم، واخلي الطالب يبدا يسجل لي الفرق ما بين قيمه فواتير الكهرباء والميه قبل وبعد تطبيق المبادره. يبقى كده برضو بيجمع لي بيانات، وبرضو انا كده استخدمت الماده بتاعتي. حلو كمان قوي. ممكن اساهم في مبادره اتحضر للاخضر اللي هي المبادره المنتشره حاليا، عن طريق اني اطلب من الطالب ان هو يزرع اي نبات، تمام، ويشوف طول النبات مثلا النهارده، ويشوف طوله بعد اسبوع، ويبدا يجيب لي معدل نمو النبات. طبعا معدل نمو النبات المفروض ان هو طوله بعد اسبوع ناقص طوله النهارده على الفتره الزمنيه اللي هي 7 ايام، وبرده كده انا استخدمت الرياضيات. اقدر كمان اخلي الطالب يرصد لي درجات الحراره بتاعه الجو على مدار اسبوعين مثلا، ده اسمه جمع بيانات احصائيه، تمام. فهو كده بيجمع بيانات احصائيه، يقدر من خلالها ان هو يجيب لي الوسط والوسيط والمنوال، ودي تعتبر حاجات موجوده عندنا برضو في الاحصاء. مش بس كده، ده ممكن كمان يمثل لي البيانات الاحصائيه اللي هو حصل عليها بيانيا باحدى طرق التمثيل البياني زي المدرج التكراري والمضلع التكراري وغيرها. يبقى انا كده طبقت المنهج بتاعي وكيفته من خلال الانشطه اللي انا بكلف بيها الطلاب، وفي نفس الوقت ربطته بالبيئه وبالمشكلات بتاعتها، وخاصه مشكلات التغير المناخي. دي كده تعتبر نبذه مختصره يا مثل الحاجات اللي انا ممكن كمعلم رياضيات اعملها مع الطالب بتاعي. طيب، شكرا لك، اكثر من رائع. خليكي معايا ثواني يا ميسر بعد اذنك. احنا تمام. بس يمكن احنا دايما، انا معلومات انا عن الرياضيات اللي هي ماده احصاء، تديني نسب وبيانات ورسوم بيانيه، تمام. يعني ممكن حتى انا تمام. بالنسبه لتعداد السكان او السكان بالنسبه للموارد، مش عارفه ده عندكم ولا لا، بس انا ممكن اعمل رسم بياني لده، عندهم ده موجود؟ احصائية منها يعني يجيبها كبيانات احصائية ويمثلها بقى بيانيا، نجيب ده منها موجود اي عندكم في حاجة احنا المناهج عايزين. يا ميسة؟ موجود عندكم في المناهج؟ عندكم الاحصاء تمثيل عموما، بياني؟ التمثيلات تمثيل بياني؟ عموما موجود عندي. طيب، لو معلش، انت يا ميسة اعدادي مش كده؟ ايوه، طيب، بالنسبة لابتدائي، بالنسبة للمراحل، يعني تقدر تكلميني على الابتدائي، ولا اشوف حد، لو حد معانا رياضيات لمرحلة ابتدائية يقدر يديني مثلا ايه اللي ممكن؟ قلتي حضرتك، قلتي يا مس ان بالفعل اللي هي القصور والحاجات دي برضو بتقدر خلالها المعلم ان هو يعرف الطالب ازاي ان هو يحافظ على الحاجة اللي قدامه، زي ما قلتي كده مثلا ربع رغيف نص رغيف وهكذا، ان هو بلاش الافراط،
فدي كلها تعتبر برضو حاجات خاصة بالرياضيات بالمرحلة الابتدائية. بس طبعا لو في حد مدرس ابتدائي هيبقى ملم أكتر بالمنهج، يبقى أكيد هيتكلم عنه أفضل مني. شكرا لك يا ميسا. انا بس لو في حد يا جماعه معلش سامعني وهو مدرس رياضيات، أيوة معاكي يا أستاذة فيها، اتفضلي معاكي يا استاذه أستاذة افتحي فيها، لها المايك معلش ميرفت بعد اذنك أفتح او لها المايك حالا. حد منكم يا جماعة كده يشوف ويفتح المايك؟ نهى لو سمحت معلش. تمام ماشي. بس نزيهة افتح انا المايك خلاص. السلام عليكم، شكرا لحضرتكم، تشرف رائع والله. انا بالنسبه لي انا رياض اطفال، ان عملت من كام يوم لبست ارنوب وعملت نظام طريقه غسل الايدي الصحيحه، وان احنا نقفل لما نيجي نفتح المايه نفتحها حاجه بسيطه، يعني مش لازم نفتح قوي عشان نوفر في استهلاك الماء. وفي الاخر خالص بعد ما موجود عملت عند حضرتك، معلش ان انا اقطعك، موجود عندك في الرياضيات، موجود في المنهج، المناهج موجود، ايه مرتبط بالمناهج توعوك؟ لا لا لا، انا رياض اطفال. رياض اطفال، انا كنت محتاجه رياض اطفال على فكره. حضرتك طبعا انا بعد شويه هتكلم على جزء تكنولوجيا هنستخدمه كلنا، فرياض اطفال لهم باع طويل جدا زي ما انت قلتي في الموضوع، واقدر ادي سلوكيات من اول البدايه للنهايه. دي كان من ضمن السلوكيات، وفي الاخر خالص استخدمنا المنشفه بعد ما غسلت، والمنشفه ما حدش يستخدمها الا احنا، دي ادوات شخصيه. وفي مره تانية واحنا بنفطر لقيت اطفال معاهم عصير معلب، ورفضت قلت لهم لا، ده احنا المفروض افضل ماما تعملنا في البيت. تاني يوم بضرب فعلا لقيت الاطفال جايبين ازايز لوحدهم. تمام، مش هطول على حضرتك. اكثر من رائع استاذه نازيه، شكرا ليكي. ما زلنا بندور على حد رياضيات مرحله ابتدائيه، لو ما فيش خلاص هنشوف حد علوم بس في عجالة عشان نكمل الباور بسرعة ما اطولش عليكم. حد علوم يا جماعة عنده استعداد يتكلم؟ مرحلة ابتدائية او اعداد، مرحلة اعدادية. مش حد رافع ايده. اعتقد ان مادة العلوم كمان من المواد اللي اكيد موجود فيها تغيرات مناخية بشكل كبير جدا جدا. وطبعا الدراسات سواء كانت جزء الجغرافيا طبعا ده اساسي، لو حد عنده استعداد في دقيقة يتكلم معايا احنا موجودين. وبعدين عموما لو مش هنلحق دلوقتي اننا حد يرفع ايده يا هنشوف ريت بعض نشارك يا جماعة. على فكرة المشاركة في الاستراتيجيات بيبقى رائع وبيجيب لنا يعني أفكار كتيرة إبداعية، فيا ريت نشارك كلنا. مس نجلاء يا ريت. طيب عموما يا ميرفت، في حد رفع ايده دلوقتي ولا انا مش شايفه؟ الاستاذ محمود اتفضل. يا استاذ محمود نوها بعد اذنك، افتح المايك بس له. اتفضل يا استاذ محمود. اتفضل يا استاذ محمود، فتحت لك المايك. استاذ محمود. الو، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. استاذ محمود من بني سويف، مدرس دراسات اهلا اجتماعيه. اهلا طبعا بحضرتك محمود. الدراسات الاجتماعيه بتتكلم في الصف الخامس درسي كله بيتكلم عن التغيرات المناخية، جميل. جايب أسبابها، تعريفها، تأثيرها على الإنسان، الإجراءات اللي عملتها مصر، اللي بتعملها مصر عشان تقدر تتفادى من التغيرات المناخية. درس كامل بيتكلم عن التغيرات المناخية، جميل. طب واللي قبل بيعرف الطالب إزاي يتعامل. المناهج اللي قبلها في وقبل حاجة كده ما فيش في رابعة، وطبعا ستة لسه منهج جديد. تمام. هو بيتكلم في سنة خمسة المنهج دي. بعض السلوكيات اللي نقدر نديها لهم يا استاذ محمود في رابعة تساعد بعض كتعريف بس، يعني تمام تعريف كتعريف او تلميح انه هياخد التغيرات المناخية، هياخد التغيرات المناخية في الصف الخامس. جميل جميل، شكرا لك يا استاذ محمود، شكرا، بارك الله فيك. طيب احنا هنكمل ولحد ما شكرا لك يا استاذ محمود. طيب خلينا نتكلم كده على دور التكنولوجيا يا جماعة في مواجهة التغيرات المناخية، وهنرجع تاني حالا. احنا دورنا ايه؟ بنعمل ايه كمعلمين باستخدام التكنولوجيا؟ يمكن انا حاطة بس شكل انا مش هشرح طبعا التطبيقات كتطبيقات كاملة، ولكن انا هشير لتطبيقات هي بالفعل اتعملت، بمعنى ان انا يمكن بس هقفل عشان اوريكم ان في شريحة هنا كاملة في الباور هتبقى متشيرة فيها كل اللي اشتغلوه
اخواتي الزملاء في وحده الدمج التكنولوجي على البرامج اللي نقدر نعمل بيها حاجات خاصه بالتغيرات المناخيه. انا سلوكي في الفصل مهم طبعا، لكن اقدر اوظف حاجات كتيره عشان اعمل بيها مبادرات. بمعنى ايه؟ انا ممكن اعمل حمله توعيه. حمله التوعيه دي محتاجه ان انا اعمل فيها، طبعا ممكن اعمل المبادره دي تبقى عباره عن حمله توعيه، عباره عن ممكن ندوه، ممكن تكون عباره عن رحله، حاجات كتيره جدا. من اكتر الحاجات اللي بتساعدني عشان انشر هي حمله التوعيه. وحمله التوعيه ما بتقتصرش على حاجه واحده بس، دي ليها ادوار كتير او ليها فروع كتير. من ضمن الحاجات اللي محتاجاها في حمله التوعيه هي ان انا اعمل بوسترات. البوسترات دي مسؤول عنها برنامج اسمه الببلشر، ويمكن الببلشر ده من حزمه، من حزمه او من ضمن حزم حزمه المايكروسوفت اوفيس بتاعنا اللي موجود على الجهاز عندنا، ويمكن برضو من البرامج اللي مش مهتمين بها قوي رغم اهميتها. والاستاذ محسن سالم هو عضو برضو معانا في فريق وحده الدمج التكنولوجي كان شرحها، وانا بعد احط لحضراتكم اللينك. وانا بس هفتح شكل البرنامج معاكم دلوقتي اوريكم فيه الحاجات اللي موجوده فيه. طبعا بيعمل لي، احنا محتاجين نعمل ايه لو هنعمل حمله توعيه؟ محتاجين نعمل بوسترات. بوستر مكتوب او صوره، بوستر مرسوم بالايد يعني عاملينه الطلبه رسمينه حد عنده موهبه، او صوره ملزوقه وتحتيها تعليق او كلام. بوستر يعمل لي زي اعلان دعايه، يعني انا بقول لهم بخلي عينيهم كل ما في كل مكان تقع على حاجه تخليهم يفتكروا، لو نسهم يفتكروا. بمعنى ما تنساش ان انت تستهلك الميه قليل مثلا. بس بقول طبعا مش عامله بوستر بلاي، طبعا البوستر بيبقى اللفظ بتاعه او الاعلان بتاعه او التايتل اللي موجود فيه بيبقى موجود بشكل ملفت طبعا، لكن بقول بنبهه لحاجه بيعملها غلط وممكن ينسى، فانا بنبهه يرجع لها تاني. تتحط في الكوريدور بتاع الكوريدورات بتاعه المدرسه، تتحط جوه الفصل، تتحط في مدخل المدرسه. بوسترات مهمه جدا، زي ما اكون انا كده اعلانات بشوف مثلا على المحل في كل حته في الشارع، اقول لا انا عايز اروح المحل ده اجربه بقى، لا انا لازم ابص. بانرز كمان، انا ممكن اعمل بانرز بالبرنامج ده بالببلشر. ايوه ممكن اعمل بانرات، والبانرات دي تكون الكترونيك الاول واخلصها بصورها بحالها واطبعها. طبعا في اماكن الطباعه للبانرات وللبوسترات. ممكن اعمل شهادات، انا هعمل حمله دعايه او حمله توعيه على حاجه على التغيرات المناخيه، وليكن انا عامله حمله توعيه على التلوث، حمله توعيه على مثلا عدم اللي هو زراعه ازرع شجره، عامله مبادره وعامله لها حمله توعيه. تمام، محتاجه ان انا اعمل برضو بالبرنامج بعض الشهادات السيرتيفيكتس عشان اوزعها على اللي اشتغل، جروبات اللي اشتغلت معايا. طبعا شغل تكنولوجي مفضل جدا في حملات التوعيه ان يكون مجموعات. برضو بعمل فلايرز مطويات بالبرنامج ده بالببلشر. هرجع تاني على الايقونه وشكل الببلشر، هو ده شكله، وبس هفتحه مع حضراتكم كشكل او كبرنامج. بفتحه من ستارت اول بروجرامز مايكروسوفت اوفيس وبعدين ببلشر. انا هاجي هنا، طبعا انا اوفيس بتاع 2019، فانا هدخل عليه على طول اهو، وهجيب الببلشر. هتلاقي هو لونه اخضر تمام، وانا بس هدي هنت عليه صغيره وهو مشروح، انا بعت اللينك. ولو في اي مشاكل في اي برنامج انا هفتحه معاكم النهارده، احنا موجودين كلنا نعيد ونوضح ونشرح تاني لحضراتكم، عشان احنا عايزين كل حاجه تكون واضحه قدام حضراتكم. تمام، انا مجرد بس عشان الوقت هفتح بس البرامج اللي هتساعدني في عمل الحملات التوعيه او المبادرات او المشروعات دي، كلها استراتيجيات بستخدمها تمام، وبوظفها او بوظف التكنولوجيا فيها بتسهل المواضيع. الببلشر اما بضغط عليه، طبعا شكل الببلشر في 2019 مختلف شويه عن 2016 و2010. بتفتح الاوفيس بتاعي 2019، مش محتاجه انزله ولا حاجه، هو موجود معايا في مجموعه الاوفيس. وطبعا هو جنب بيقول لي هنا في تمبلتس موجوده، في كاردز ثانك يو كارد، يعني في لو انا عايزه اعمل بوستر للبيرث داي بتاع حد عيد ميلاد، في مور تمبلتس. يمكن هو هنا متخصص قوي
ان انا لو انا حتى على فكره وعندي سيرش هنا هو جايب كله على بعضه، لو انا عايزه وليكن اعمل مثلا بانر، في ايفنت بانر اهو موجود اهو، ايفنت بانر اهو لو بتاع اهوت متقسم اهو، احط في كل حته في كل جزئيه حاجه واكتب عليها تمام، احط صوره، احط صوره وتحتها تعليق معين انا عايزه احطه، ممكن ابحث هنا واقول له انا عايزه فلاير مثلا، عايزه فلاير فلايرز، ابحث لي عنها، يبتدي يعمل لي سيرشنج في التمبلتس اللي موجوده اونلاين وهيجيب لي الفلايرز اللي عنده، هو في سبرينج ايفنت فلاير وعندي انفيتيشن فلاير لو عايز اعمل مطويه دعوه لحاجه، طبعا عايز مثلا عايز اعمل للسمر ايفنت فلاير، لو انا عايزه مش الفلاير عايزه بانرات، عايزه زي ما قلت بوسترات، لو جبت بوسترز بيجيب لي اكتر من حاجه اهو اشكال مختلفة، واقدر كمان لو انا عايزة اجيبها من ادخل من على النت اجيب كمان اكتر من الاشكال دي. اوفيس 2010 متاح فيه مجموعات لا حصر لها من التمبلتس على فكرة. طيب ده برنامج الببلشر، وخليني ما تهنبش، خلينا نرجع للباور تاني، عايزة اقفله بس عشان يعني ايه الدنيا تمشي نطرة بعض. ماشي اوكي قفل. طيب الحمد لله، خلينا نبص كده على اللي بعد كده عشان انا مش عايزه اطول على حضراتكم، بس في نفس الوقت عايزه اغطي الحاجات اللي نقدر نعملها. يبقى احنا قلنا نقدر نعمل بوسترز، بانرز، سيرتيفيكتس، وممكن نعمل فلايرز، ممكن نعمل ايفنتس، اي ايفنت احنا عايزينها. طيب المشروعات، المشروع من ضمن الاستراتيجيات، التعليم القائم على المشروع من ضمن الاستراتيجيات، موجود في مناهج 5 ابتدائي اساسي بالنسبه للانجليش، وموجود في المناهج كلها اقدر اطبقها عشان اعمل مشروع تمام. انا محتاجه طبعا شغل مجموعات، ممكن يكون مشروعات على فكره فرديه بس بتبقى مصغره شويه، شغل المجموعات بيكون مشروع على اكبر شويه. المشروع له خطوات محدده، وهو تحديد المشروع وبعدين اعرف المشروع ده ايه وايه هدفه، انا عايز اعمله ليه، عايز اعمل مشروع مثلا عن اسباب عن التغيرات المناخيه، اسبابها مثلا والحلول بتاع ده واثرها والحلول ليها. طبعا ده مشروع كبير قوي ياخد سنه كامله او سنتين، انا ممكن اخد حاجه واحده من التغيرات المناخيه واشتغل عليها واستخدمها، استخدم يبقى ليها هدف المشروع وليكن التلوث، عايزه استخدم مشروع عن التلوث واعمل حمله دعايه ان انا ازاي اواجه التلوث جوه المدرسه وبره المدرسه. هبتدي بعد تحديد المشروع وهدفه اخطط للمشروع، ده طبعا ديفاين ذا بروجكت، بعد كده بخطط للمشروع تخطيط، بحط خطوات، بحط بلان خطه للمشروع بدايه ونهايه تمام، بحط الانشطه اللي هتتعمل جوه المشروع، ايه اللي انا هبتدي، هبتدي اول اعمل بوستر الاول، وبعدين بعد كده هجيب مثلا، طبعا مشروع مبني على الكتاب على فكره بتاع المدرسه، هجيب مثلا عند موضوع التلوث موجود، عند موضوع زراعه الشجره موجود، ابتدي احط الانشطه اللي هتتعمل، انشطه مختلفه ببرامج مختلفه على فكره، وما ننساش ان احنا هنوثق كل خطوه بنعملها في المشروع، وانا بحدد المشروع مع الطلاب بوثق، وانا بخطط الانشطه اللي هتتعمل وبوزع الانشطه على المجموعات بوثق. بعد كده اداره المشروع، ببتدي اعمل مانجمنت للمشروع، بشوف ايه الموارد اللي عندي وايه المطلوب والخطه الزمنيه اللي هيمشي فيها المشروع، قد ايه هياخد المشروع ده وهخلص في قد ايه عشان ابتدي انفذ. طبعا في برامج كتيره بتعمل مشروعات من ضمنها مايكروسوفت بروجكت تمام، وكمان ده طبعا اللي بتعمل مشروع بالكامل، لكن انا لو انا عايزه اعمل تخطيط للمشروع وامشي على اللي هو اول جزئيه تحديده وتخطيط الجوانب بتاعته، في عندي برامج كتيره من ضمنها الكوجل بيعمل خرائط ذهنيه، وبرنامج كمان المايند ماستر ودي العلامه بتاعته. خلينا ادخل كده على الكوجل، وهكتب هنا اهو، طبعا انا شارحه انا الكوجل على وحده الدمج التكنولوجي، وحاطه اللينك كمان في الباور ده، وان شاء يا ريت بس يا جماعه اي حد مشكورا
ينزل رابط القناة بتاعت وحدة الدمج عليها كل اللي أنا هقوله، وأنا بفتح بس النهاردة، وإحنا على استعداد كامل لأي برنامج أنتوا حاسين إن هو مبهم بالنسبة لكم ومش واضح في الشرح حتى بتاعي سواء بتاعي أو بتاع أي حد، إن إحنا نعيد تاني إحنا مع حضراتكم. أو بقول جوجل دوت إت بدخل عليه، وهو طبعاً أساسي تبع الجوجل أو تبع المحرك البحث جوجل، وهو فري مجاني إلا جزء بسيط منه جداً. فطبعاً هو أول ما بدخل عليه طبعاً ده بتاعي، دخلت بالحساب على طول، هو طبعاً دخل لي مباشرةً، أنا بسجل بالجيميل ولأول مرة بسجل بالحساب بتاعي عادي زي التسجيل العادي، وببتدي أعمل تخطيط للمشروع، بقول له كرييت دايجرام. طبعا الجزء الابجريد ده هو ده اللي هو بالفلوس، لكن الجزء الاخضر ده اللي احنا نفسنا فيه دايما نتحضر له هو اللي معانا فري. بقول له كرييت دايجرام، انا مش هشرح لكن هوريك ازاي تعمل خريطه ذهنيه مش لتقسيم المشروع، مش لتقسيم المشروع بس او لخطواته، ممكن لاي تقسيمه عايز تعملها لاي شيء. انا ببتدي اكتب هنا اي حاجه، وليكن هكتب التغيرات سوري المناخيه، التغيرات المناخية مثلا، وهبتدي بعد كده اعرف بقى خطوات ان انا خلصت كده خلاص. ابتدي بقى اطلع من هنا اللي هي البرانشز بتاعت الخريطة، واكتب بقى في كل واحدة، وادخل ازاي احط صورة وازاي الون وازاي اعمل خريطة كاملة. ممكن تكون على فكرة الخريطة دي تعمل لي بتقسم لي التغيرات المناخية بكل تفاصيلها على فكرة، واطبعها على لوحة. يعني أنا بس مش هخوض في الكوجل كتير، هو مشروع بالفعل عشان بس يعني مبقاش في تحيز عشان أنا اللي شرحاه، ولكن أنا بقول المايند ماستر كمان أو الإيدرو ماكس اللي برضه شرحه الأستاذ محسن، فطبعا من البرامج الرائعة برضه اللي أنا كنت عاملة بيها على فكرة الخريطة اللي هي كانت بتاعت آثار التغيرات المناخية اللي كانت هنا من شوية. بسم الله، لسه بيحمل، اللي هي كانت الخريطة من شوية موجودة في الآثار طبعا لكل دي الأسباب، كنت عاملاها على الإيدرو ماكس، وبقول إن الإيدرو ماكس ما هيت اللي هي دي، وطبعا أنا ما كملتهاش، أنا بس عاملاها كمثال على الإيدرو ماكس. طبعا في حاجات كتيرة جدا، برامج كتيرة لا حصر لها، لكن إحنا بنختار الحاجات اللي تبقى سهلة علينا وتبقى فري في نفس الوقت، ونعرف نشتغل عليها ونعمل شغل كويس. تمام، احنا هنكمل مع بعض ونوصل ل بقيه البرامج اللي احنا هنتكلم فيها على السريع مع بعض، احنا خلاص قدامنا بكتير وخمس دقايق وهنخلص، انا عارفه ان احنا تعبنا. بسم الله، طبعا التكنولوجيا لازم نصبر عليها شويه. على فكره من ضمن الحاجات المهمه جدا كمان كتكنولوجي ان احنا نعلم الطالب ان هو ما يكونش مهدر للتكنولوجي، بمعنى ان انا ما اسيبش اللاب بتاعي مفتوح او الكمبيوتر او الموبايل على طول، وان اوفر الشحن، واكون برضو بقعد بعلم الطالب يقعد القعده كاخصائي تكنولوجي القعده المظبوطه صحيا، لان انا قلت الصحه هي تغيرات مناخيه برضو. نيجي على برامج الفيديوهات، حضرتك هتعمل مشروع يعني هتعمل خطوات، محتاج تعمل حملة توعية، محتاج تعمل فيديوهات، فيديوهات جميلة جدا، محتاج تعمل بالريندر فورست حوار بين افاتارز بيتكلموا عشان يتكلموا على التغيرات المناخية زي اللي احنا بنشوفها في الفيديو، زي اللي شفناه في الفيديو النهارده مثلا، ناس بتتكلم وناس وصور بتنزل، اشخاص موجودة في الاني ميكر كمان برضو الاثنين شرحتهم مس امنية، في الباوتوم تون برضو اللي شرحه المستر محمد، في كتير جدا من البرامج، رانيا شرحت برامج فيديو، مس ميرفت شرحت برامج للفيديو. يمكن انا دي اخر حاجة هقولها، دي مش كل الحاجات الموجودة على القناة، ولا هي بس معظم الحاجات المرتبطة بالفيديوهات، ان ما كانش وقع مني حاجة سامحوني اخواتي الزملاء لو كان في حد انا نسيت اجيب حاجه من العروض بتاعته. الوي فيديو كانت ميرفت شرحها برضو ازاي بيعمل فيديو لشغلك مشروعك، الببلشر اللي انا اتكلمت عنه ازاي بتعمل
الحاجات الاساسيات اللي هي الحاجات اللي هي المكتوبه زي الفلايرز، مطويات زي البوسترات، زي الشهادات التقدير، الكوجي اللي انا كنت شرحها اللي بيعمل تقسيم للخرائط الذهنيه، والايدرو ماكس اللي شرحه مستر محسن، الانيميكر امنيه والبوتاو اوتون مستر محمد، وليندر فورس نوها كانت شرحه الكنفه، الكنفه بتعمل بوسترز بتعمل فيديوز، والبلاي بوست كانت شرحها هبه، ورانيا كانت شرحه كمان عن الفيديوهات والانشطه التفاعليه، ويا رب وكمان مروه يا رب ما اكونش نسيت حد. برضه انا حاولت اجمع على قد الشريحه على قد ما قدرت، ويمكن حاولت اخليها هي صفوف اللون الاخضر اللي احنا بنتحضر له. يا رب اكون قدرت اعمل حاجه النهارده تساعد. وفي النهايه شكرا ليكم يا جماعه، وسيف ايرث بليز، يعني سيف ذا ايرث، يعني الارض بتقول لنا وعاملها لنا قلب بتقول انقذوني وحافظوا عليا. وبقول انشطتنا انشطه مشروعات استراتيجيات المشروع واستراتيجيات العصف الذهني، وحاجات كتير نقدر نطوعها ونوثقها ونعمل بيها شغل ومبادرات وحملات توعية. شكرا لكم يا جماعة.